الحديث عن صادرات النفط هو جزء من أحاديث كبيرة تهم كل الليبيين، لأن ثروة النفط تشكل جزء كبير من الناتج المحلي وتمثل قوت كل ليبي وليبية. تحدثنا في السابق في أكثر من فيديو عن إيرادات الدولة وإن أكبر إيراداتها من صادراتنا النفطية، لكن فيه اللي يحسب بأن الصادرات هو النفط الخام بس وما يعرفش إنها تشمل أشياء أخرى. واليوم نعرف شن هي الصادرات النفطية وكم صدرت ليبيا من النفط الخام فقط خلال 10 سنوات، أي من العام 2012 إلى العام 2022. الصادرات النفطية هي باب واسع زي النفط الخام، ولكن من الصادرات النفطية أيضاً هي الغاز الطبيعي والمكتفات والبتروكيماويات. في كل عام أو في إصدارات ديوان المحاسبة يفرض مساحة خاصة بين صفحاته حول صادرات النفط الخام وكم صدرت ليبيا من براميل نفط، خاصة إن تحديات التصدير كبيرة ومكلفة في دولة تعيش في ظروف زي اللي تعيش فيها ليبيا اليوم. جمعنا كمية صادراتنا النفطية من خلال اطلاعنا على الأرقام التراكمية اللي تم تجميعها في تقارير ديوان المحاسبة، واللي لقيناها في تقارير الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022. صدرت ليبيا من النفط الخام في 10 سنوات 3 مليار و400 مليون برميل. الكثير يشوفوا فيها كمية هائلة، وخاصة لما نعرف بأن متوسط الإنتاج اليومي للبرميل خلال 10 سنوات كان 904 مليون برميل يومياً. لكن فيه اللي يعتبر فيها كمية متواضعة جداً لما نقارنها بالمدة، وأكيد ظروف ليبيا مش أحسن حاجة، لأن العشر سنوات هذه شهدت حروب وإيقاف إنتاج وتصدير وصيانات وحدت ولا حرج. ذكرت تقارير ديوان المحاسبة في أكثر من سنة أوجه القصور والتقصير في الشركات النفطية المختلفة، الأمر اللي خلى الإنتاج متواضع مقارنة بدول أخرى عندها حصص ممتازة من تصدير النفط بناءً على أرقام منظمة أوبك. لكن في رأيك أنت شن يحتاج قطاع النفط في ليبيا باش يزدهر أكثر؟ وهل الرقم هذا أو 3 مليار و400 مليون برميل كيف تقدر تقيمه؟ هل هو رقم ممتاز أو جيد أو ضعيف؟